خبر من الجماعه المصورين دلوقتي بيقولوا شافوا عربيه تتصل ب 125 لو لقيت الميه فيها اي يعني تعكير او اي شيء تتصل برقم 125 خدمه من الدوله. ده حاجه كويسه جدا. الحاجات الكويسه لازم نقولها يا جماعه. هيبعتوا لكم عربيه تكشف على الميه ولو كان قول علي صوتك في خلال ساعه. لا 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 ده احنا انتقلنا نقل نوعيه حضاريه لا لو بجد بجد يستحقوا التحيه تحيه. ويا ريت لو بلي 25 125 دلوقتي قول لهم عندنا كوبايه ميه معكره. ايه وزير الري يبقى مشكور جدا 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 لو هذا يحدث. هذه نقلة نوعية في الخدمات بالنسبة للشعب المصري. عموما الاختبار بالنسبة لنا أهل بلجيه وجميزة بلجيه اللي بيشربوا مية صفرة حتى اليوم هيتصلوا من دلوقتي لغاية البرنامج اللي جاي ب 125 و26 و27 و33 باللي أنت عايزه. وهاجي الحلقة الجاية وجاي معايا عينة من عند جميزة بلجيه وبلجيه. لا تصدق. طيب عند جميزة بلجيه؟ جميزة بلجيه جميزة اللي بلجيه؟ بيموت فيها الأطفال وبيحصل لهم تسمم تقريبا بشكل دوري. اطلبوا لنا 125 عشان أنا أقول لهم على الهوا إحنا عايزين نبلغ على جميزة بلجيه. على الهوا. اطلبهم يا رب بس يردوا. إن شاء الله يردوا. طيب. مرسي خلال كلماته بتركيا الجيش حمى ثورة 25 يناير والمعابر مفتوحة لكل ما يحتاجه أهل غزة. والرئيس لن نهدأ حتى يزول النظام السوري والربيع العربي ما زال بحاجة للدعم التركي. أكد الرئيس محمد مرسي أن القوات المسلحة حمت ثورة 25 يناير ضد الطغيان في مصر وأكد على دعم مصر وتركيا للقضية الفلسطينية لافتا إلى أنه لن يتوقف أبدا عن مد العون لأهل غزة والضفة الغربية وأن المعابر مفتوحة لكل ما يحتاجه أهل غزة من غذاء ودواء. معانا 125 على الهواء. ألو الو الو اهلا وسهلا. اهلا يا فندم. انا الدكتوره هاله سرحان بكلمك على الهوا من برنامج ناس بوك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا فندم. الصوت بعيد جدا لو تسمحي. طيب انا بعلي صوتي اهو. سامعني؟ تمام اتفضلي. احنا سعداء جدا بالخدمه الجديده وده خبر سعيد ان انتوا رديتوا علينا الخط العاجل 125 وان انتوا بتبعتوا سياره تكشف على الميه لو كانت الميه معكره او في حاله سيئه بتتدخلوا على الفور. الاستاذ حضرتك اسمك ايه؟ الاستاذ محمد شبان. اصل دي الاستاذ محمد شبانه معايا وبيقول عايز يبلغ. ابلغك عن قريه جميزه بلجيه مركز المنصوره بان فيها ميه. المنصوره محافظه ايه لو تسمح؟ المنصوره محافظه ايه؟ المنصوره محافظه الدقهليه. طب سيادتك احنا هنا شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزه. يعني الموضوع ده خاص بالجيزه يعني. صدق الشركه هنا الجيزه. احنا عندنا كل محافظه 125 من داخل المحافظه بيوصلك على الشركه اللي انت تبعها. يعني سيادتك لو بتطلب من الجيزه هتيجي على هنا او من اكتوبر هيديك خط الجيزه. طيب لازم تطلب من الدقهليه 125. حاضر. لازم تطلب من الدقهليه؟ انا رايح الدقهليه الليله وهطلب. حضرتك في البرنامج دلوقتي اكيد في اكتوبر صح؟ ايوه تمام كده داخل محافظه الجيزه اما بتطلبي 125. طب وحياتك تقول لبتوع الدقهليه يردوا علينا ما انتوا 125 زي بعض. لا يا فندم احنا كل محافظه شركه الوقت. طب هما مش سامعيننا دلوقتي في التلفزيون. حضرتك اسمك ايه؟ عوني محمد. شركات. اهلا يا استاذ عوني. اتمنى شكرا يا استاذ عوني وبنحيي الجيزه لسرعه ردها علينا ودي خدمه رائعه وانا بشكرك عليها. بنحطها للمشاهدين مره اخرى 125 اي مشكله في المايك. الشركه دي تبع مين؟ الشركه دي تبع مين 125 دي يا استاذ عوني؟ ايوه يا فندم بتقول ايه؟ الشركه دي تبع مين 125؟ 125 احنا تبع شركه القبضه ولكن هنا شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزه الخط الساخن لمياه الشرب. يعني دي شركه الحكومه يعني؟ تمام يا فندم. 100 100. طيب عشان تطلبي الدقهليه لازم خط مباشر من الجيزه تطلبي بيه الدقهليه. حاضر. حاولوا تجيبوا لنا الدقهليه. او العميل اللي مع حضرتك بس وحياتك لو قدرت تكلم الدقهليه قول لهم بلغهم بالنيابه عننا. اتوسط لنا يا حاج عوني. اتوسط لنا عندهم. قريه ايه بقى؟ جميزة بلجيه مركز المنصوره. قريه جميزة بلجيه مركز المنصوره. شكرا وهنحاول يا بتوع الدقهليه ردوا علينا بقى. حد يرد علينا. ما ينفعش بيقول لك اطلبيهم من خط ارضي. اطلبوهم من خط ارضي. يا تطلبوهم يا تطلبوا حزب النور يدعي عليهم. النقطة اللي وقفنا عندها يا فندم. ايوه ان دلوقتي الموقف الخارجي المصري هو شاغل المنطقة. وكل المصريين مشغولين بالزيارات الخارجية وبالنظرة الخارجية وبالرؤية الخارجية. كويس؟ ايوه كمل يا فندم كلم. فأنت هنا أنت شاغلني هنا
وشاغل الرأي العام بالزيارات الخارجية للسياسة المصرية، ومشغول الآن في اللحظة الراهنة بالحرب مع سوريا ودق طبول الحرب. أين أنت من الداخل؟ من يدير حركة مصر؟ حديث مرعب للدكتور رشاد عبده قرأته في مجلة روزا اليوسف، قال إن الإخوان ينفذون مشروعات يوسف بطرس غالي، الاقتصاد في موقف خطير لأنه يدار بمعرفة الجماعة. الاقتصاد في مصر يدار بمعرفة الجماعة؟ على أي أساس قال الكلام ده؟ ما كمان مش هنقعد نلفق تهم للناس عمال على بطال، لازم يكون في أساس. في أساس. هو بيأدي، هو راجل طبعا يعني يعتبر رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية. ما ممكن هيقول كلام عشوائي. هو بيشخص الحالة الموجودة. احنا هنطلب الأستاذ الدكتور محمد جودة يجي ويقعد معانا ونعرض عليه الكلام ده، علشان ده كلام خطير في الإخوان المسلمين. مسؤول اللي بيتكلم الاقتصادي. الدكتور رشاد عبد. ايوه هنطلب ان شاركنا الدكتور محمد جود على الهوا هنا ونعرض عليه الكلام ده. كلام جميل. ايوه، عشان لازم نسمع كل الاراء. مين صاحب القرار؟ مين بيدير حركه البلد اقتصاديا؟ ومين تحسبها ازاي؟ ولاءات او السياسه الخارجيه لابد ان تتحدى على ضوء مصلحه المواطن. انحيازات السلطه تجاه المواطن هي التي تحدد من تعادي ومن تصالح، هي التي تحدد للسياسة الخارجية أيادا تصافحها وأيادا تقطعها. ليس من اللائق ولا من الجائز أن يتم كان السيد حسني مبارك يصطحب معه رجال الأعمال متحديدا لأنه انحاز داخليا لسياسة الخصخصة والبيع. لما بعد الثورة يتم اصطحاب رجال الأعمال بسياب آخر لذات المهمات، يبقى انت بتتكلم برضه في ذات المحاذير. ده هي استحب 50 رجل اعمال. أيوة. في رحله تركيا. دي الموضه الان يا استاذ محمد، زواج السلطه والثروه. لا ده العالم كله الان شغال بالموضه دي. اي رئيس، انا شفت اكثر من رئيس جمهوريه بيجي ومعاه 60 70 رجل اعمال. لا. لكن بيمثلوا شرائح المجتمع. إحنا كله احنا يعني احنا عايزين، احنا مش ضد الخصخصه، احنا عايزين طبعا انت ضد. لا انا ضد الخصخصه. انت ضدها، بس احنا عايزين ان نعرف حصيله الخصخصه كام، بتروح فين، المشروعات دي على اي اساس، ضرايبها قد ايه، البيع قانوني ولا لا. مش عايزين بقى المسائل اللي حصلت قبل كده من غير ما نعرف مين بياخد شركه ايه، مين بياخد ارض ايه، مين بياخد توكيل ايه، ومش عارفين، ويقول لك اصل ده استثمار مستثمرين. عايزين يبقى في شفافيه بقى، وايه اللي بيحصل عليه الشعب المصري. انت بتستورديه ب 13. لن نسمح بتأجير مصر استاذ محمد. لن نسمح بتأجير البلد، لان تأجير البلد ده اللي بيحصل ده في سياسه الخصخصه وغيره، مش انه ياخد كام، ده ايجار لمصر. لا. مصر عليها ان تصنع التقدم. لا 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 على ارضها. لا 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 لا، في مشاريع ناجحه ومشاريع زي ايه؟ اقول لك زي انت بتستورد ب 13 مليار دولار سلع استفزازيه زي بودره الايس كريم والبطيخ. طب انت بالاستثمار بتنتج ايه في مصر؟ بطيخ برازيلي؟ ليه احنا عندنا بطيخ حلو وخوخ من نيكاراجوا المصري والمانجا المصري موجود يا فندم. 13 مليار دولار بتستورد بيهم ايس كريم، بودره الايس كريم. احنا عايزين بقى كده نستورد نابلم بودره برضه. في كتير من المسائل لازم تتحل بودره النابلم ان شاء الله. يعني فترة من العناء في شعب مصر من الجوع والفقر والمرض ما فهمتش صناع القرار السياسي إلى أنه الاعتماد على الاقتصاد الريعي لا ينتج إلا عدم. قراية التاريخ الاقتصادي ما فهمتوش أن الاعتماد على روشتة صندوق النقد الدولي لم تنتج إلا الخراب في كل الأماكن. إيه في إيه؟ لا يمكن نقول قبل الانتخابات سوف نعتمد على الذات وسوف تشتد السواعد، وبعد الانتخابات نقول القرون حلال وحرام. لا يمكن ان نتعامل بمنطق الصدقات تاني. الوقت ده انت داخل على 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 ارتفاع اسعار الطاقه، وانا بزور المنيا من كام يوم تبين ان مفيش فيها خالص بنزين. ما يعني بقول ان هات بنزين 92 ولا 95. لا مفيش. وانت رايح تحط في العربيه جراكن عشان تروح توصل، وتقول للصعيد اخباره ايه؟ استعيدوا تاني فكره محاولات الاقصاء مناطق في الجغرافيا. ظلم سينا، ظلم اهل النوب، ظلم بتوع مرسى مطروح. النظر للصعيد نظره متدنيه. صناعه التقدم على ارض مصر يا اصحاب مشروع النهضه. هي النهضه يعني جيت اب بالانجليزي. نهضة يعني جيت اب، مش كده؟ رينيسانس.
ده ايه ده؟ كانوا بيقولوا لنا كده حاجات تانية. الإحياء يعني. صح أمال جيت أب يعني صح ولا جيت أب يعني صحوة. انهض صحوة. جيت أب يا تنهض يا تروح سليم بقى انهض يا تروح سليم يروح سليم فين؟ ها؟ هيروح سليم فين؟ يروح زي ما يروح ما هو أصل ما بقول لك الراجل بيقول لك لن نهدأ ولن ننام حتى تزول القيادة الحالية في سوريا يا راجل مش هننام مش هننام يا عم روح نام إذا كان ده موضوعك روح نام عندنا موضوعات مصيبة هنا في مصر يا عم الدنيا مش كده ما تخدناقش من النظام العالمي اللي انت عايزه تركيا لما جت تعمل الدستور اختارت ايه واحد من حزب الأردوغان احنا ايه شكله عشان تعمل اغلبيه تصويتيه عشان تصل لايه الى تمرير نصوص بعينها وبعدين تستاثر على مفاصل البلد وبعدين تسيب المواطن مش لاقي ميه يعمل شاي مش لاقي انبوبه البوتاجاز خناقه على انبوبه البوتاجاز خناقه على مصادر الطاقه وبتفكر ترفع سعر ترفع الدعم اخبار المصانع مستهلكه الطاقه ايه ما انت لسه بتديها مدعوم هنرجع بقى المصانع مستهلكه الطاقه وهنرجع للاستاذ نصر عندنا اخبار مهمه جدا وعندنا مكالمه تليفونيه مهمه بعد الفاصل الاخبار غدا مين اللي بيحضر الجان لا ما تقولش لا الاخبار حد عامل لنا عمل الاخبار مصر على طريق النهضه مرسي امام الحزب التركي الحاكم مصر على طريق النهضه ندعم فلسطين ونساند الشعب السوري ودكتور مرسي امام مؤتمر حزب العداله والتنميه التركي مصر تخطو نحو النهضه والمصريون يعتمدون على مواردهم نساند القضية الفلسطينية وندعم الشعب السوري ضد ظلم حكامه ومواقفنا متطابقة مع تركيا حول السلام والاستقرار والتنمية الحقيقة جالنا مكالمة من البحيرة من منزلة البحيرة بيشكو من المنزلة الأهلية الأهلية وبعدين قفلوا السكة أتمنى أن الأخ ما عندناش رقمك يعني يطلبنا تاني وبعدين في عناوين عندنا بتقول التناقض اللي أنا قلت لكم صدق مين وكذب مين يا أستاذ نصر فترد علي حضرتك واشنطن تؤكد دعم الديمقراطية في مصر وتوقف المساعدات ده الأهرام في الشروق بقى السفيرة الأمريكية لا عودة لعمر عبد الرحمن إلى مصر لا تغيير في كامب ديفيد لا مساس بالمعونة لا زيادة في أعداد الأقباط المهاجرين كلها لاءات دي جريدة ايه؟ ده الأهرام والشروق من نصدق التحرير بتقول من نصدق الرئاسة مرسي طلب بحماية أقباط رفح وهم يعودون إلى منازلهم الآن وقنديل لا يوجد تهجير مطرانية سيناء لن نوفر شققا للأقباط المهجرين والأمن الوضع خارج السيطرة الأمنية الشروق الجيش يلجأ إلى الأهالي لحماية أقباط رفح الأخبار الرئاسة نرفض تهجير أي مواطن مصري من منزله وفي نص كلمة للأستاذ أحمد رجب أتمنى أن أنتوا تقروها لو جالنا وقت هقراها في آخر الحلقة بدء عودة المسيحيين المهجرين من رفح والجيش يلتقي بالمشايخ لتأمين العائدين ست أسر قبطية تتردد في العودة لمنازلها خوفا من التهديدات وأحد العائدين هعيش وموت في رفح أستاذ ناصر ومعنا مكالمة من الأستاذ مين معنا قولولي الأستاذ مصطفى الجندي أهلا وسهلا أستاذ مصطفى أهلا بيك يا فندم أهلا يا دكتورة وأهلا بضيوفنا الكرام الله يخليك دقيقة واحدة بس عشان أستاذ ناصر كان هياخد الكلمة وبعدين يجي لحضرتك اتفضل يا فندم طيب خليك معانا أنا بس كنت عايز أقول فيما يتعلق بقضية تهجير الأقباط من رفح أنه الأمر يبدو أنه الحكومة فهمة غلط فاهمه غلط ازاي يعني هي واضح ان هي فاهمه الحكومه اللي فاهمه غلط يعني واضح ان هي فاهمه ان دي مشكله بسيطه وان ده نزاع قبائلي في سيناء وانه ما يصحش كده وان واضح ان غياب الوعي لدى المواطنين هو اللي ادى الى هذه المشكله لكن هم مش واخدين بالهم ان دي كارثه وان دي مصيبه وممكن تحط على دماغ الدوله المصريه وان دي جريمه دولية اسمها جريمة النقل القسري للسكان
جريمة دولية اسمها جريمة النقل القسري للسكان. وهذه الجريمة مدرجة في اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية كواحدة من الجرائم ضد الإنسانية اللي ممكن يسأل فيها الرئيس مرسي شخصيا إن لم تتدخل الدولة المصرية تدخلا، يعني أن هناك رغبة من الحكومة في وقف هذه العمليات. وبالتالي أي إجراءات، مش تصريحات بقى للرئيس الوزراء اللي هو واضح انه مش واخد باله من حجم المشكلة الحقيقي، يعني انه لا ما فيش تهجير، لا ده الناس بترجع، لا ده القبائل قعدوا مع بعض، الموضوع يتجاوز كل هذه الحدود. دي جريمة دولية، دي جريمة تحاكم أو تنظر في نظرها المحكمة الجنائية الدولية، ويمكن أن يسأل فيها رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية. أي قائد جريمة ضد الإنسانية، اسمها جريمة ضد الإنسانية موصفة كذلك، أي من كان مرتكب، سواء كانت ارتكبتها الدولة الحكومة أو جماعات منظمة بدعما من الحكومة أو جماعات منظمة، بس مش بدعما من الحكومة، في جماعات منظمة إرهابية مسيطرة على المنطقة وترهبنا وترهب الدولة. لسه هكمل يا دكتور. تاني تلت حالات ممكن ترتكب فيها هذه الجريمة. قد تكون هذه الجريمة مرتقبة من قبل دولة أو نظام أو حكومة، أو من قبل جماعة مدعومة من الحكومة أو من النظام، أو من قبل جماعة خارجة في صمت من الحكومة والنظام. الحالة الثالثة هي الحالة التي يمكن أن تقترب من مصر، وبالتالي التدخل يجب أن يكون تدخل واضح وصريح وفعال، حماية وأمن الأقباط مش في سيناء بس، في سيناء وفي كل أرجاء مصر، هي مسؤولية الدولة ومسؤولية النظام. أي مسؤول سواء رئيس الجمهورية أو أي مسؤول في الحكومة المصرية لن يعي ذلك، هو يعرض الأمن المصري للخطر ويعرض سمعة الدولة المصرية للخطر بأنها دولة همجية ترتكب فيها مثل هذه الجرائم التي كانت ترتكب في القرون الوسطى أو بترتكب في أكثر الدول تخلفا في العالم. وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق. يجب أن فورا وحالا ودون قيد أو شرط، الحكومة ملتزمة وكل جهات الأمن ملتزمة، سواء كانت هذه الجهات جهات وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع، أيهما مكلف بهذه المهمة عليه أن يأخذ هؤلاء الأشخاص، هؤلاء الأسر، ويعيدهم فورا إلى أماكنهم وإلى مساكنهم، وحمايتهم مسؤولية الحكومة ومسؤولية الدولة. بس أنت عندك اليقين يا أستاذ أمين، يا أستاذ ناصر، أنت ما عندكش يقين فيما تسمعه وتتلقاه من أخبار وتقارير. حتى اليقين إن ظهر فهو يقين مراوغ، ليس لدي مصداقية في المعلومات. تصريحات تؤيد تأكد التهجير وتصريحات تنفي، ما هو عشان في تصريحات حكوميه فهنا يعني بصرف النظر في دلوقتي حصل حاجه لاسر قبطيه ترفع، مش هنقدر نكذب. أيوة. باخذ التصريح الرسمي للدوله المصريه دايما، انا ببني كلامي على التصريحات الرسميه. بدء عوده المسيحيين المهجرين من عوده المسيحيين المهجرين، هذا يعني ان هناك تهجيرا كالتالي. الجيش اصبحت ظاهره، اصبحت ظاهره طبعا من اسكندريه الى دهشور الى 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 رفح. وبعدين عايز اقول لك حاجه، الرعب اللي بيلاقيه بعض الاقباط، الخوف، الهجره خوفا اقسى واصعب بكتير من كمان التهجير القسري. على فكره عشان ده معانا الاستاذ مصطفى، معلش الاستاذ مصطفى الجندي، اهلا وسهلا استاذ مصطفى. اهلا اهلا، نفتقدك، انت رجعت من السفر بقى، انت قعدت في افريقيا كتير قوي. والله والله والشغل، انت عارفه طبعا احنا تحت التاسيس، يعني اسسنا الحمد لله حزب الدستور والتيار الشعبي وشغالين. والله يا دكتوره انت هتنضم لنا قريب، تحكي لنا على حزب الدستور والتيار الشعبي مع الاستاذ شباب ان شاء الله. طبعا انا حزب الثوره مستمره. تعليقا على اللي اتقال، طبعا يعني الامر جلل وخطير، وفي علامات كثيره تجعلنا ان احنا نقعد في البلد شويه ونحاول نشوف حال البلد داخليا بدل ما احنا طايرين في العالم كله. دلوقتي دعوة مصرية دلوقتي، معلش انا بتكلم، احنا خارجين من ثوره، مرحله انتقاليه، مرحله فيها البلد داخليا مش مظبوطه، الامن لسه ما تعافاش. هقول لحضرتك حاجه، يمكن حصل ايام مبارك احداث كثيره مع الاقباط، ولكن دوليا مبارك لم يكن يمثل الاسلام، وبالتالي ما كانش حقدر يستخدمها خارجيا، ولكن النهارده مع وجود الحكم الاسلامي في مصر والرئيس الاسلامي
أي شيء سيحدث مع الأحباط ممكن يتحول إلى دراما لن نستطيع تحملها. تقسيم هذا البلد، ما تنسوش السودان واللي حصل في الجنوب، ما تنسوش أن في يد تريد تقسيم هذه المنطقة على أساس عرقي وديني وهي إسرائيل. ما ننساش أن النهاردة التصريحات اللي حواليا كلها غير مطمئنة، وبالتالي أي حدث يحدث النهاردة مع الأحباط ممكن يضرب في مية يا دكتورة هاب. أيوة. وممكن يستخدم استخدام يؤدي بهذا البلد إلى تقسيم وإلى يعني أمور. يا أخي النبي ما تقولش كده، لما بسمع كلمة تقسيم دي الواحد يعني يا دكتورة لازم لازم يا دكتورة نوصل لمرحلة إن إحنا نبص للأمور ونضع الأمور في نصابها. العملية جلل والأمر جلل وخطير، وفي مليون واحد بيحاول يعبد بأمن هذه البلد، والتقسيم مطلوب عشان تقوى الدول اللي حوالينا. وديك شايفة العراق، وديك شايفة السودان، وديك شايفة في ليبيا، وديك شايفة في العالم. فلازم نقول الحقيقة، لازم يا دكتور مرتي تضع هذا الأمر بتاع الأمن وخاصة أمن الأطباط في هذه المرحلة في الدرجة الأولى من اهتماماتك، لأن أي ضربة فيها في الوقت الحالي ممكن تؤدي دوليا إلى مشكلة، مشكلة كبيرة إحنا مش عايزينها. اللي بيقوله الأستاذ ناصر أمين. أي يعني دي جزئية حبيت ان انا اوضحها، ان 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 ان, إن الامر هيستخدم ضدنا استخدام خطير. حتة بقى التهجير وان انا مش قادر احمي خمس عائلات، ده كلام غير مفهوم. يعني ده كلام ما اقدرش افهمه ان انا الجأ للقبائل عشان احمي خمس عائلات. دي مصيبة سودة يا دكتورة، يعني معناها ان انا ماليش اي تواجد وماليش اي سيطرة وماليش اي امال الجيش اللي راح ده كله بيعمل ايه هناك، والزيادة العددية اللي راحت دي كلها بتعمل ايه هناك. الـ الـ الامر خطير وفي ايدي كثيرة بتعبث فينا، ونرجو من السيد الرئيس انه يفضل بقى في مصر شوية لغاية ما نخلص من موضوع الدكتور، ويوفي بعهوده انه يجعل من هذه جمعية حقيقية ممثلة لهذا الشعب عشان نحط دستور عشان البلد تستقر. طول ما فيش دستور يا دكتور مرتي، لن ترئيس ولا في برلمان ولا في اي حاجة. في ثورة وفي شرعيه ثوريه، يوم ما يتحط الدستور يبقى الشرعيه الثوريه تهدى ونبتدي نمشي الشرعيه الدستوريه. شكرا استاذ مصطفى الجنتي، وان شاء الله هنراك معنا قريبا هذا الاسبوع باذن الله. تكون معنا في الدقائق الاخيره، دقيقه لكل ضيف من ضيوفي يختم لي بيها هذه الحلقه المبهجه جدا. اتفضل استاذ مجدي. انا ارى ان احنا بنعيش في مرحلة يسيطر عليها عنوان كبير، هو مرحلة الاهتزاز والابتزاز، مرحلة يهتز فيها كل شيء كان ينبغي أن يقر ويستقر. ولذلك على ضوء هذه المعطيات والشواهد والمشاهد التي نعاني منها، سنعيش أكثر من سبع سنوات عجاف. سنعيش أكثر من سبع سنوات عجاف. تفضل أستاذي. في نهاية اللقاء أنا يهمني أقول للسيد الرئيس، أنت دلوقتي رئيس منتخب، ورئيس منتخب ما بعد الثورة، لا يليق أنه يتقال مصر تخطو نحو النهضة والمصريون يعتمدون على مواردهم. في اليوم الثالث تقريبا أو الرابع للعالم كله شهد موضوع القرض، إلا إذا كنت شايف أن صندوق النقد أحد مواردنا. اثنين، أنه ما ينفعش تقول مصر على طريق النهضة والرجاله يقولوا ان ما فيش مشروع نهضه. ثلاثة، ما ينفعش يا سياده الرئيس تسيب موضوع المسيحيين القبط لاقباط مصر المسيحيين كما اننا اقباط مصر المسلمين، وسايب الرجاله بتوع الحريه والعداله وبتوع جماعه الاخوان المسلمين والمواقع الالكترونيه والرجاله شغاله حمدين صبحي كافر، البرادعي ابن ايه، اللي يمسك الدستور ايه. ما تخلينا ننشر تعاليم الاسلام السامحه ونقول أن الإسلام دين سماحة، وأنه لا يليق أنه يبقى المسلم في شقاق مع بني وطنه وشقاق مع 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 من يعتقد من يعتنق دين آخر. لا يليق يا سيادة الرئيس أنه رجال التي سوقوا ترشيحك هم ذاتهم الرجال الذين ينفخون نار الفتنة في هذا المجتمع أو يصمتوا عنها أو يؤججوه. يا سيادة الرئيس لا يجوز إلقاء تهم التكفير على المسلمين، لا يجوز النظر إلى مسيحية هذا الوطن كغرباء، لا يجوز يا سيادة الرئيس النظر إلى هذا الوطن كقطع متنازعة أقاليم مختلفة، لا يجوز
إعادة إنتاج ذات النظام بلغة أخرى. لا يجوز غياب الشفافية لمرحلة أن المواطن ما عادش عارف يصدق مين. يا سيادة الرئيس أخرج على الناس وأعلن طبيعة الأزمة وطبيعة المحنة وطبيعة الخروج، سوف تجد شعب مصر أقصر مما تتصور. شكراً أستاذ ناصر أمين. أنا بأكد مرة تانية على أنه هناك فرص تفاؤل عالية جداً. أنا متفائل إلى أقصى درجة رغم كل ما تمر به. صدق أن باين عليك أو التفاؤل. لا 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 فعلاً يعني ملامحه جاي من التفاؤل. ملامحه تنفجر منك. طيب أنا متفائل جداً كل هذه الأزمات تمر بها البلاد وتمر بها الحركة السياسية المصرية هي مفيدة للغاية. أنا بأكد مرة أخرى أن الثورة المصرية مستمرة وسوف تنتصر في نهاية الأمر. هذه مرحلة انتقالية رغم كل ما يشوب إن شاء الله. من أزمات، إلا هناك فرز حقيقي يحدث الآن في مصر سوف يؤدي إلى نجاح هذه الثورة وسوف تضع مصر كدولة مدنية من ضمن دول العالم المتقدم في القريب العاجل. شكرا. اتصل بنا رئيس جمعية المكفوفين من المنزلة البحيرة أو بحيرة المنزلة بيقول إنه محافظة الدقهلية بيقول إنه مياه الشرب عندهم ما تتشربش، وده ببلغ ل 125 و26 و27 اللي قال عليهم الاستاذنا بيان عبد الاو علينا قبل ما يزود يخليها نشرب مية. بيان من وزارة الداخلية، المتهم المذكور محمد مجدي حسن الذي أثار موضوعه المحامي الأستاذ محامي مختار نوح أمس مع الدكتورة هالة سرحان في حلقة الأمس من برنامج ناس بوك. احنا بقينا في بيانات الداخلية. متهم بالشروع في قتل جدته وسرقتها بالإكراه، وسبق صدور قرار بضبطه وإحضاره في القضية رقم 10231 جنح الزيتون، وكان هاربا بشرم الشيخ وتم ضبطه وترحيله للقاهرة، وبالعرض على النيابة قررت حبسه 4 أيام ثم تجديدها 15 يوم، ولم يحدث إطلاقا تعرضه لأي تعذيب. كان الأستاذ مختار نوح قال أنه تعرض للتعذيب، هذا بيان الداخلية بينفي أنه تعرض لأي تعذيب، وإن شاء الله احنا هنطلب صوره من الداخلية علشان أو نروح نصوره علشان نثبت أنه اتعذب ولا ما تعذبش. نشكر وزارة الداخلية لاستجابتها. أخيرا نص كلمة من أستاذنا الكبير أحمد رجب بيقول: في الصغر كنت أخيب خلق الله في الحساب، وفي الكبر اكتشفت زوجتي أنني هدف سهل في المغالطة عند المغادرة، ولست أفخر بهذه العاهة الحسابية، فكل أصحاب العقليات الأدبية خيبة في الحساب ما عدا توفيق الحكيم كان بيحب فلوس، وموظف التعبئة والإحصاء الذي قام بالجمع والطرح والقسمة توصل إلى أن أقباط مصر 5 ملايين فقط. هو بليد في الحساب مثلي تماما، مطلوب خبير يفهم في إحصاء الأقباط. ونراكم غدا بإذن الله.